كما أجرى التلفزيون المصري لقاء خاصا مع دكتور محمد سعيد مسؤول جناح أبحاث الميكروبات المصنفة الهدف الرئيسي من الجناح هو تشخيص دقيق وسريع للأمراض الوافدة أو المتوطنة داخل جمهورية مصر العربية الغرض الأساسي الحماية أو الحفاظ على الثروة الحيوانية الجناح هنا بيتكون من عدد ست مختبرات متقسمين حسب درجة الأمان الحيوي خمسه منهم ذات مستوى امان حيوي اثنين مطور المجموعه دي بتستطيع انها تتعامل مع يقرب من ألف عينه في اليوم الواحد بمعدل ثلاث منوبات في اليوم الجناح السادس المختبر السادس هو مختبر الامان الحيوي مستوى ثلاثه وده من المختبرات الاكثر تامينا درجه الامان الحيوي فيه مرتفعه جدا بيستطيع انه يتعامل مع اي عينه وبائيه واي ماده بيولوجيه مجهوله مثلا بالنسبه لنا او سريعه الانتشار واحيانا بيبقى لها اضرار على الصحه العامه او البيئه وبرضو على الثروه الحيوانيه. الجناح مزود هنا بوحده مركزيه للتخزين المبرد متقسمه من الداخل لوحدتين، وحده عند 4 درجه مئويه وواحده عند سالب 20 درجه مئويه حسب نوع العينات اللي بتيجي وحسب مده تخزين العينه وكمان مزود بوحده لتحضير البيئات لكل المختبرات هنا بالمركز وبالاضافه الى وحده لغسيل وتعقيم الادوات قبل ما تخرج من هذا المكان لضمان عدم حدوث اي تلوث بكتيري لباقي المختبرات. الدقه والسرعه مطلوبه جدا في التعامل مع الوبائيات لان الوبائيات بتنتشر بسرعه بسرعه شديده ممكن يعني تسبب تشكيل او تشكل تدمير كامل لصرح الحيوانيه لان مدى انتشارها سريع فانا لو شخصت هنا بسرعه وبدقة أقدر ألحق المرض وأتابعه كويس جدا بالطبع طبعا ده الكلام ده كله بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة بنسأل معاهم يعني التنسيق المستمر